ولا اللي ورايا التقل بقى اللي ورايا هو اللي متقني من غير ما ادخل في تفاصيل. فهرجع اقول جملة قلتها من شوية، الطاقة والشبهات، كل دي شبهات وعلامات استفهام. الحياد حضراتكم مش قناة نادي، قناة النادي تعبر عن سياسة النادي وقرارات النادي في الحق، قناة النادي قناة فئوية. لكن اللي احنا بنشوفه ده ملوش علاقة بإعلام ولا حيادية ولا فوزية. مش فاهم أنا. طيب، من ضمن الكواليس واحنا بنفكر في أمور كتير جدا عشان أثبت، طبعا كل واحد عايز يدافع عن حقه وعايز يدافع عن كلامه اللي بيقوله وعايز يدافع عن الكلام اللي بيقوله هو صح ولا غلط، صح ولا غلط، صح ولا غلط. مفيش برنامج في مصر اتكلم على عودة جماهير كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ويروجوا الشياطين اللي بجد اللي احنا ما بنقولش الكلام ده. كل يوم نتكلم على محبوسين 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 ونقف جنبهم ونتواصل، ومش هقول لكم الكواليس برضو فيها ايه، والشياطين يكذبوا ده. طيب، في كلام ما فيش حد يقدر يقوله، ولا احنا ولا انا زملكاوي كمان فجأة؟ مش فاهم. لولا جماهير النادي الاهلي في كل مكان بدون تصنيف ما كنتوش تشوفوا التاريخ الكبير بتاع البطولات. كان هيبقى زي انبي، كان هيبقى زي أندية الشركات، أو في أكتر من كده. مع احترامي للأندية دي اللي أنا بحترمها بكل مسؤوليها. خدوا معايا شوية تصريحات على مدار سنة، ما رضيناش نجيب شغلنا عشان أكيد في ناس محترمة بتصدقنا، لكن أنا هثبت لكم اللي اتقال. اطلع لي بالصورة الأولى، الوزير سيادة الوزير خالد عبد العزيز، عودة الجماهير للمباريات بداية من الموسم المقبل اللي بعده. وأكد المهندس خالد عبد العزيز محاولات من الجهة الأمنية من أجل حضور والسماح واللي مش عارف إيه لعدد محدود من الجماهير. وأوضح وزير الرياضة للمصري أن تم الانتهاء من تجهيز الملاعب وعلى رأسها استاد القاهرة، ما تلعبش عليه ولا مباراة. طبعا الإعلامي يلا الله أكبر، سيب لسيادة الوزير الفرصة بيتكلم. أوعى تقول يا ابني اللي بيقولوا سيادة الوزير صح، ده اللي انتوا بتشوفوه. انا ما بشوفش الكلام ده، انا بشوف اللي انا مذاكره وقضيتي اللي انا ماشي فيها، حتى لو قاعد في البيت هناقشها. اخر كلام، وزير الرياضه يحدد موعد عوده الجماهير للملاعب. وزير الشباب والرياضه ان الفتره المقبله ستشهد عوده جماهير الكره المصريه الى الملاعب. اللي بعده يا ابني، اكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ان تم وضع تصور لعودة الجماهير اللي مش عارف ايه للموسم الكروي الجديد، وفي تصريحات ان الجماهير خلاص. ارجع لي ارجع لي. الجماهير راجع انت. حضرتك الساحل الشمالي بيروح فيه بالسبعين والثمانين الف، والنادي الاهلي عنده ماتش مهم مع الترجي بنعيط على عشرين الف متفرج. ايه ده؟ مش فاهم انا. اتأمنوا ازاي؟ ما شباب زي الفل وراح بيتحمل مسؤوليات. هتقول لي جمهور الكوره غير الفن؟ لا، وارد يبقى واحد يقول كلمه هنا يتعصب هنا يندس وسطهم ناس، واحد يرمي قنبله، ولا هنقول احنا مش مستعدين؟ لا، مستعدين ما دام بنشوف الكلام ده، مستعدين ما دام بنشوف الكلام ده. انا بغير كراجل في الكوره، عايز الدوله تمشي مستقره في الكوره، مش عايز حد يقول لي هبت الدوله ويضحك علينا، مش عايز حد يقول لي امور استثنائيه والمندسين واللي مش عارف ومين. الكلام ده مش مظبوط. ادي الكلام اهو، ادي الكلام اهو، وحفله اهي فيها اكتر من 50 و60. اتامنوا ازاي؟ شباب، نساء، اطفال، رجال، شيوخ موجودين في الحفله لنجم بحجم عمرو دياب. ده ماتش الاهلي والمصري 2020، مش هتكلم عشان احافظ على الناس. وريني الولد الصغير، عشان كنت مستني الاعلام اللي منه اللي مش فاهمه لغايه النهارده يقول لي عوده الجماهير، يقول لي اليه لعوده الجماهير. عارفين لما جم يتكلموا على عوده الجماهير ايه اللي حصل؟ قال لك يا جماعه خلاص
الاهلي بيلعب الاتحاد الماتش مثلا بيلعبه في اي حته في 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 استاد السلام، جمهور الاهلي يروح مختار التتش وجمهور الاتحاد يروح استاد اسكندريه. هو ده الحلول عند الاعلاميين. اموت انا مش مصدق ده، ده اتحط في موقع المسؤوليه بالكلام ده يا ناس. ده تفكير واعلاميين تانيه مش واخده بالها. يا عم سيب يا عم الدنيا ماشيه والقبض كله اول شهر. والله لو ترجع الجماهير ويتلغي البرنامج ده انا موافق. هتقولوا بقى بيزايد بقى يا عم انا بزايد، انا منتمي للجماهير، انا ولائي للجماهير. الجمهور عارف وواعي بيرد على كل حاجه لوحده، هتيجي تقول له شمال مش هتعرف تمشي شمال، هو لا عارف كل واحد تاريخه.